امبارح ايضا كان في زياره مهمه لمايك بنس نائب رئيس الولايات المتحده الامريكيه للقاهره، والرئيس عبد الفتاح السيسي استقبله، وده كان بحضور ايضا السيد سامح شكري وزير الخارجيه، والدكتوره هاله السعيد وزيره التخطيط، ودكتوره رانيا المشاط وزيره السياحه والقائم ايضا باعمال رئيس المخابرات. واكد الرئيس على العلاقات الاستراتيجيه اللي بتربط ما بين مصر والولايات المتحده والمستنده الى تاريخ طويل من التعاون المشترك. وكمان مايك بنس قال انه كان هناك تحسن كبير ايضا في العلاقات الامريكيه المصريه بعد فتره جفاء، وانه الولايات المتحده بتنظر لمصر كحليف استراتيجي. الا انه هذه الزياره، وخلينا نقول اللي كان عليها لغط وقد تاجلت ايضا من شهر ديسمبر بعد ايضا قرار ترامب بنقل ايضا السفاره الامريكيه الى والاعتراف بالقدس عاصمه لاسرائيل. هذه الزياره ايضا من اهم مكوناتها او اهم ما سيطرح فيها، هو طبعا كما بيقول محللون كثر انه الوضع في منطقه الشرق الاوسط خاصه بعد قرار ترامب. خلينا نشوف تفاصيل اكثر في هذا التقرير التالي. العلاقات الثنائيه ومكافحه الارهاب ووضع القدس محاور ثلاثه تركزت عليها مباحثات الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نائب الرئيس الامريكي مايك بنس. الجانبان اكدا على اهميه تعزيز التعاون الثنائي في مختلف الجوانب في ظل مشاركه كبرى الشركات الامريكيه بالمشروعات القوميه. الحمد لله نقدر شديدا وجودكم ومزارتكم لمصر كاول مكان في منطقه الشرق الاوسط. هذا امر مقدر كثير من جانب، زي ما قلت بيعكس قوه العلاقات بين البلدين ومستقبلها. وفي ظل الدور الريادي الذي تلعبه مصر بالمنطقه، أكد مايك بنس على التعاون الوثيق بين واشنطن والقاهرة لحل الأزمات في ليبيا وسوريا. الرئيس السيسي يثمن الجهود التي بذلتها القوات الأمريكية لهزيمة تنظيم داعش، وبحثنا الحاجة إلى التعاون الوثيق مع مصر ونحن نتحرك إلى الأمام في سوريا وليبيا وأي بلدان أخرى في الإقليم، وأكدت له أننا سنتعاون مع شركائنا في مصر لحل هذه المسائل. وحول قضية القدس، شدد الرئيس السيسي على موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدا على أن قضايا الحل النهائي ومنها وضع القدس تحدده المفاوضات، فيما تعهد بنس بدعم حل الدولتين. استمعنا لرؤية الرئيس السيسي حول التسوية في الشرق الأوسط، وأكدت له أننا ملتزمون بالوضع القائم في القدس، وحتى الآن لا توجد تسوية للقضايا النهائية، وسندعم حل الدولتين إذا ما اتفق الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي. المصالح المشتركة كانت عنوان لقاء السيسي وبنس الذي شهد تأكيدا جديدا على مواقف مصر الثابتة تجاه أزمات المنطقة والقائمة على إعلاء قيم الحوار بدلا من الخطوات الأحادية.